أكد مسؤول النادي الأهلي اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقية النادي في الغرامة المالية الموقعة على اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي واللي تقدر قيمتها ب 436 ألف دولار، وذلك على الرغم من استخراج الفيفا لبطاقة دولية للاعب مؤقتة قبل سداد الغرامة المالية. النهاردة توفى الفنان الكبير أحمد عبد الوارث بعد صراع قصير مع المرض عن عمر نهازة 71 عام. أستاذ أحمد عبد الوارث تواجد في أحد مستشفيات كبر القبة لمدة أسبوع ولم يكتمل علاجه، ولكنه توفى ظهر اليوم. المنتج محمد السبكي بدأ تحضيراته لفيلم الفارس اللي هيلعب بطولته النجم كريم عبد العزيز، وفي توليفة كبيرة جدا من النجوم موجودين، منهم نيلي كريم، منهم خالد الصاوي، منهم أنوشكا، ومنهم محمد رجب ومحمد أنور نجم مسرح مصر. النهاردة تعرض المدير الفني لنادي الشعلة السعودي مؤمن سليمان والمدير الفني السابق لنادي الزمالك لهجوم كبير جدا من جمهور نادي الزمالك بسبب ذكرى التانية لهزيمة نادي الزمالك أمام فريق سان داونز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. ومن جانبه علق مؤمن سليمان النهاردة في تصريحات خاصة لليوم السابع إنه مش ندمان أبدا على الخطة اللي خاض بيها المباراة، واللي لو رجع بيه الزمن تاني هيخد المباراة بنفس الخطة. فنان بيومي فؤاد بدأ تجربة كوميدية جديدة بعنوان رئيس البيت الأبيض، هو سيت كوم جديد بيبلغ عدد حلقاته 13 حلقة فقط. بيشاركوا البطولة مجموعة من فنان الكوميديا منهم بدرية طلبة وانعام سلوزة. شركة سينيرجي فيلمز للمنتج تامر مرسي بتحضر لمجموعة أفلام من الطراز الفريد، منهم النجم كريم عبد العزيز بالفيل الأزرق، ومنهم النجم محمد إمام بفيلم لص بغداد، ومنهم النجم هاني سلامة بفيلم شر الحليم. وزارة الدفاع الأمريكية أو البنتاجون أعلنت أن في مجموعة من القراصنة المجهولين اخترقوا أنظمتها ووصلوا البيانات 30 ألف موظف من المدنيين والعسكريين. المشكلة أن البيانات اللي وصلوا لها دي كانت بتضم تفاصيل عن بطاقات الائتمان وكمان أسرار عسكرية حساسة. التحقيقات لسه شغالة وقراصنة ما تحددش هويتهم لغاية دلوقتي، بس متوقع خلال أيام تتكشف عن تفاصيل أكتر. طبعا من أهم الأخبار على مستوى العالم النهاردة هو أن الأميرة ميغان وزوجها الأمير هاري بينتظروا مولود جديد. هذا المولود سيكون السابع على عرش أو في سلسلة العرش الملكي، يعني هو الشخص السابع اللي ممكن يتولى عرش بريطانيا إن شاء الله لما يجي، وبكده بيتراجع عم هاري دوق يورك إلى المركز الثامن. وطبعا عايز أقول لكم إن بعد هذا المولود المنتظر والأمير الجديد اللي كلنا طبعا خلال الأيام الجاية بقى هنبدأ نتابع ميغان وحمل ميغان وكل التفاصيل دي بعد أشهر قليلة من حفل زفافهم، الطفل هيكون هو رابع طفل في سلسلة تولي العرش الملكي البريطاني بعد أبناء ويليام وكيت الثلاثة جورج وشارلوت والويس. يعني في أربع أطفال هيكونوا بينتظروا أو ممكن يبقوا هم حكام بريطانيا. وزارة الصحة النهاردة وزعت منشور دوري على مديريات الشؤون الصحية في القاهرة وفي المحافظات، وكان مفاد المنشور أنه هيتم إلزام كافة العيادات الخاصة والمستشفيات وبنوك الدم ومراكز التحليل والأشعة بإعلان التسعيرة الخاصة بالفيزيتا، وكذلك منح كل مريض متردد على هذه العيادات إيصال نقدية، وكمان تقرير طبي بالحالة يفيد ويوضح حالته بشكل مباشر. النهاردة وزارة الزراعة رفضت طلبية خاصة ببذور الطماطم اللي هي F1023 المعروفة إعلاميا بالطماطم المضروبة، رفضت طلب لاستيرادها من الخارج بدعوى أن هذه البذور تتم مراجعتها حاليا من قبل الجهات المختصة في وزارة الزراعة بعدما تبينت لجنة الفحص الأولية في الوزارة أن هذه البذور مفيروسة وبها العديد من الأمراض النباتية. استراليا دلوقتي بتناقش مشروع قانون جديد بيجبر شركات التكنولوجيا على فك تشفير الأجهزة لو احتاجت البيانات دي علشان توصل لمعلومات عن المشتبه فيهم. شركة أبل واحدة من أكبر الشركات اللي بتعارض مشروع القانون ده، بتقول إن تشفير واحد من أهم الأدوات اللي بتقدمها لمستخدميها ويستحيل تضعفه عشان بيعرض كل المستخدمين للتجسس. وليد أزارو وإصابة جديدة بس المرة دي في سنانه، كسر سنتين لوليد أزارو في مباراة المغرب بلده طبعا أمام جزر القمر. في منظومة الكرة أيضا اتحاد الكرة يوقف قصة إن اللاعبي شمال أفريقيا مواطنين كرويين بالتبادل ويؤجلها لإعادة نظر.